عيد. والله شوف الملعب تأخر كثيرا يعني، مر بتعثرات كبيرة يعني 2012 الحين تقريبا 9 سنوات، لكن الحمد لله أنه نصل لهذه النتيجة يعني. وهالجمال حقيقة اللي شاهدناه، الملعب الآن يمكن على أعلى المستويات، متوفر فيه الكثير من الأشياء، ومعتمد حتى من الاتحاد الآسيوي ولا الدولي. شوف ملعب الأمير عبد الله الفيصل، أنت قلتها، له رونقه وله تاريخه أيضا عند سكان جدة. يعني خلاص فيه شيء متبادل بينهم، مهما يعني نحن نعرف أنه هناك فيه ملعب الجوهرة تحفة معمارية، لكن برضو هذا له تاريخ وله ذكريات ولها أشياء كثيرة مع سكان جدة. في مسألة الوصول أنا أعتقد أنه أيضا أسهل. أنت لما أيضا تتحدث الآن عن استضافات المملكة للعديد من الأحداث الرياضية مش على مستوى كرة القدم، أنت بحاجة مثل هالملاعب. خطتك أيضا في 2027 واستضافة آسيا وبعدها الأولمبياد تحتاج مثل هالملاعب. يعني جدة وعندك فيها الأهلي والاتحاد تحتاج إلى ملعبين حقيقة. وأنا عجبني اليوم أيضا في حديثه كان تحدث أنه ممكن يستثمر هذا الملعب. يعني أنت لما يكون عندك ملاعب متاحة ممكن حتى تستثمرها. يعني إحنا نكون سعيدين لما نشوف حتى ملاعب للأندية، نشوف ملاعب الجديدة. كان في الإعلان عن الملاعب أيضا الأخيرة اللي راح تنشأ في القدية، وراح تنشأ في الشرقية، وراح ينشأ في أعتقد في جدة برضو أيضا ملعب. كل هذه الحقيقة الأمور بالعكس، يعني أنا نحن بحاجة للملاعب حقيقة. أحداث الرياضية السعودية الآن أصبحت يعني السعودية وجهة للكثير من المنافسات الرياضية في كرة القدم وفي غيرها. بالعكس يعني إحنا نقول على الأقل نقول الحمد لله أنه وصلنا إلى هذه النتيجة حتى لو تأخر المشروع. وفي نقطة أخرى يعني حقيقة لابد نشكر الوزير عليها، حرصه ومتابعته واهتمامه أيضا بالمشاريع والمشاريع المتعثرة. أنا أتذكر قبل شهر وشهر ونص في لأحد الأندية أو ملعب أحد الأندية سحب حقين بريدة 12 بعد تأخر شوف 12 عام فسحب المشروع من المقاول. ففعلا هذه الرقابة وهذه الأشياء نحتاجها فعلا، ونحتاجها من الوزير أنه فعلا يتابعها بنفسه.